اليوم غابت عنا قامة سامقة من قامات شعبنا العربي الفلسطيني، مناضل بدأ نضاله من أجل قضيته منذ نعومة أظفاره، وعرف السجون وعرف أجواء التيارات السياسية المختلفة، وكان له ما يلتقي به مع رفاقه من النضال وإخوته في الجهاد ومن يختلف معهم، لكن دائما كان يجمعه معهم احترامه لآرائهم واعتداده برفاقه في مسيرة التحرر. اختلف من اختلف عقائديا، لكنه كان دائما وكأنه بوصلة للموقف السياسي المتمسك بالحقوق، والذي لا يعرف في القضايا الوطنية الاعتدال ولا التطرف، وإنما الصواب والحق. اكتسب احترام من يعرفه أو من هو قريب منه ومن هو مختلف معه على حد سواء، اكتسب احترام رفاقه واحترام عائلته واحترام من يختلف معهم. كانت نزاهته هو عنوان لمسيرته. بلال المتمسك بالثوابت الفلسطينية وبحق العودة، بلال الذي قضى عمره كله متمسكا بمأدده وعنيدا في الالتزام بما يؤمن به. بلال قام صحفية كبيرة وكان علامة من علامات تجديد الصحافة العربية الحديثة التي نعرفها نحن منذ أن بدأها في الستينات والسبعينيات، وهو لما يبلغ يعني وهو يكاد يلامس العقد الثالث من عمره. بلال رجل عرف التطور في مواقفه الفكرية، ولكنه أيضا كان دائما يراجع طروحاته ويراجع منطلقاته، ولعلنا الآن نفتقده كما لا نفتقد الكثير ممن يؤرخون وممن عايشوا مرحلة تحررنا الوطني. إن مواكبة ما أنتجه بلال في الصحافة وفي الأدب السياسي التحرري في واقع الأمر هو مواكبة لمسيرة حركة التحرر الوطني الفلسطينية على امتداد العقود الأخيرة من تاريخنا المعاصر. وداعا يا بلال، وداعا أيها الفلسطيني، وداعا لك يا من أحببت المغرب وأحبك المغرب، وداعا يا بلال العم، وداعا يا بلال القائد، ووداعا يا بلال الرجل النزيه. يعني في هذه اللحظات وفي هذا اليوم نودع قائدا فلسطينيا، مناضلا فلسطينيا، وكاتبا صحفيا معروف، هو مغربي وفلسطيني في نفس الوقت. أسس صحيفة اليوم السابع، وكانت أهم صحيفة للرأي وللمفكرين العرب ليس الفلسطينيين وحدهم. هذا المناضل عايش كل مراحل الثورة الفلسطينية، وكان جزءا من هذه الثورة بنضاله، بحضوره، بكتاباته، وحظي بهذا الاحترام والتقدير في ليس فقط عند الفلسطينيين وإنما في مساحة الوطن العربي. بهذه المناسبة نحن نترحم على الفقيد المغفور له، ونشكر المغرب التي احتضنت القيادات الفلسطينية، القائد خالد الحسن قبل بلال، واليوم تفتح أبوابها للمناضل بلال الحسن ليدفن في مقبرة الشهداء، وهذا تكريم لبلال الحسن للفقيد وتكريم لفلسطين. فشكرا للمغرب على هذا الروح الطيبة اتجاه الفلسطينيين. شكرا. أولا حضوري
في جنازة المرحوم بلال الحسن، ويعني اعتراف وتضامن وتآزر مع الفلسطينيين أولا، ولكن هو كذلك بر بذكرى شخص عرفته من خلال قريبه الأستاذ سعيد الحسن، والتقينا في بيته غير ما مرة. كما أنني كنت أتابع كل أنشطته الثقافية، وأذكر يعني ما يعتبر حقيقة سابقة في الصحافة، وهي اليوم السابع التي كان يشرف عليها، وكان حريصا على إضمام الأقلام المغربية، وهي اليوم السابع الصحيفة التي حقيقة كانت منارة فكرية، كتب فيها محمود درويش، وكتب فيها الجابري، وكتب فيها حسن الحنفي، وكتب فيها محمد باهي، فهذا مما يحسب للمرحوم. وعرفته هنا حينما كان يتردد على المغرب، كان آخر لقاء في 2013، تعشينا سويا هنا بمطعم في الأجدال في أجدال، وكان حريص الله أكبر حريصا أن يكون معنا الأديب والمفكر عبد الإله بلقزيز، ولم يتاح أن نلتقي رحمه الله. كان حقيقة صلة وصل بين فلسطين وبين المغرب، يحزن الفلسطين اليوم ونحزن كذلك لفقدان بلال الحسن رحمه الله.